السلام عليكم. اليوم ندير جولة عبر الزمن لنتعرف على حي ما يسمى بباطمة الطليان اللي تم تهديمه واللي يقع في مدينة وهران، ونشاهد هنا العمارات هذه اللي تم إنشاؤها من طرف شركة إيطالية، وتم إسكان هذا الناس اللي كانوا ساكنين في هذا الحي في هذا الحي الجديد هنا ببلدية بير الجير. إذن هذا هو الحي الجديد الذي سوف استقبل سكان نتاع باطمة الطليان، وللعلم أنه سوف تنشأ حديقة حضارية، ان بارك اوربان، إذن حديقة كبيرة ضخمة عصرية في مكان الحي نتاع الباطمة الطليان هذا اللي يقع في وسط مدينة وهران. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.